واقفي كاش. كتير منيح، حاسة إنه حماتي رح تعاقبها مثل ما عاقبتني إلي. منيح كتير. إلا كان خليها تتعلم درس ما تنساه. حاضر مرت عمي، في شي بدك يا مني؟ إذا خلصتي حكيك فعندي شي بدي أقوله. طبعاً، تفضلي. فرحنا برجعة بلاشا مثل ما فرحنا برجعتك كمان على البيت. بس بقى في شغلة لازم تعرفيها بما أنه رجعتي، هذا البيت ما أنه استراحة لأي حدا. أنت شو اللي بتقصدي بالضبط؟ وقت رجعت بلاشا لعنا عملت لها اختبار لأتأكد من نواياها، ولساتها تحت الاختبار لهلأ، وانتي كمان رح اختبرك. أنا بنادولي كاش، اختاري الاختبار اللي بدك اياه. ماشي، بس تذكري منيح انه أنا رجعت على هذا البيت وما عاد اطلع منه، وما رح ارتاح أو يهتالي بال حتى طالعك منه. أي مرت عمي، أي اختبار رح تختاري إلي ما رح يكون عندي مشكلة فيه. كاش، بعد ما سمعتك وانتي عم تعتذري عن اخطائك اللي عملتيها وعن طلعتك من البيت وانك رح تتوبي عنهم وما تعيديهم، انا كتير كتير انبسطت وحاسس حالي فخور فيكي لانك مرتي. وهيك لازم الواحد يتصرف بالطريقة الصحيحة ويتوب عن اخطائه، مو هيك؟ ليش شو هي التوبة درويش؟ شو قصدك؟ كاش، وشي اسمه توبة؟ أكيد بحياتهم ما رح يجتمعوا مع بعض، ما هيك؟ المعنى؟ تمثيل. لك شو؟ بس أنت قلتي هيك وحكيتي مع الكل؟ هذا كان تمثيل. تمثيل؟ أنا كان لازم أعمل كل هاي التمثيلية لأقدر أرجع على البيت. أنت ليش عم تطلع فيني هيك؟ يعني أنت ما بتعرفني؟ بس فكرت. درويش، أنا أجيت لهون لحتى أعلم مرت أبوك غالية ومرت أخوك بلاشا درس ما ينسوه، وحتى أنت كمان. هلأ الكل رح يعرف مين هي كاش وقت بدها تنتقم، لهيك عملت كل هاي التمثيلية.